بفضل الله وجزى الله خيرا من أخذنا إلى هذا الجبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه. هذا هو جبل أحد. بعض الناس يظن أن جبل أحد هو الجبل الصغير الذي في الأسفل عند المسجد عند القبور، ذاك جبل الرماة، ليس بجبل أحد. جبل أحد هذا الجبل الكبير. الله أعلم أن البعض يقول يعني إلى يصل إلى 7 كيلومترات تقريبا المسافة إذا تدور حول الجبل. هذه المدينة